بسم الله ربنا أرنا ما يهمنا وما ينقذنا من الغفلة يا كريم، أمنحنا عقلا مستنير يا سميع يا هادي. نأخذ آية 12. قال أي المولى جل جلاله عما نواله مخاطبا، وكما تقول أنت زاد يعيب على إبليس رفضه السجود أبينا، وقلنا أبينا آدم عليه السلام لم يسجد له الشيطان إبليس اللعين الذي يائس من رحمة الله، وسبب ذلك الامتناع عن سجود تحية للسجود عبادة هو كون إبليس كان مغرور بعلمه وكان كذاب. قالوا أنا من زدت لغيرك، أنا اللي كنت برك أسجد، ونسالي أسأل أدب مع الرحمن، لأنه وقت ربي يأمر لابد كل ذي عقل سليم أن يستجيب في الحال إلى أوبتومبير. نعود إن شاء الرحمن.